يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه، موسم على وشك الانتهاء وموسم الحقيقه يمكن يكون في منتهى الاهميه، وعينين الاهلاويه كلها الحقيقه يمكن تكون على الموسم اللي جاي. والسؤال الاهم والسؤال الابرز اللي بيشغل عقول كل الاهلاويه النهارده، الميركاتو اخباره ايه؟ انا ما فيش مره الحقيقه يعني حد اتكلم معايا فيها عن احوال الفريق الا ولازم السؤال ده يكون حاضر. اخبار الصفقات ايه؟ الاهلي خلص مع مين؟ الاهلي ما خلص او لسه مين الصفقات اللي ما اتحسمتش لغايه دلوقتي؟ وطبعا هنا على شاشه الاهلي يعني كل كلمه محسوبه ومتقاسه بميزان من ذهب، احنا هنا مش سوشيال ميديا، فبالتالي فكره الهبد والاخبار عن الصفقات اللي بتسمعوها وبتشوفوها في كل حته. احنا النهارده شايفين تقريبا منتخب العالم يعني من 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 العراق، من تونس، من اوزبكستان، من السنغال، من موزمبيق، من انجولا، كلهم صفقات انها بالفعل النادي الاهلي على عهده طبعا منصات السوشيال ميديا اللي يمكن بتاخد اي خبر وتتكلم عليه في اطار انه صفقه، وعارفه كويس جدا ان الماتيريال دي مطلوبه قوي من جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، عشان كده الشغل كتير قوي والضغط كتير قوي عليها. لكن انا النهارده مش جاي اتكلم معاكم في اسماء الحقيقه، يمكن انا حابب ابتدي الحلقه بقصه الميركاتو لانه ناس كتير كمان بتتكلم في مش بس في الاسماء، بتتكلم في عدد الصفقات، يعني ناس كتير منتظره ان الاهلي يعمل ميركاتو عالمي من ناحيه عدد الصفقات. وبشوف انا بختلف شويه مع وجهه النظر دي، ومن حقنا نختلف مع بعض. يعني قصه الكم في مقابل الكيف، انا بشوف انه صحيح في مراكز كتيره جدا محتاجه دعم، مش نتيجه قصور او نتيجه مشاكل موجوده في اللعيبه اللي بتلعب في المركز ده، لكن كمان عشان تقدر تخلي اللعيبه دي تضغط على نفسها وتطلع اقصى ما عندها لانه بالتاكيد امكانياتهم كويسه. ده واحد. اتنين، في اوقات كتير جدا بيكون عندك نقص شديد جدا نتيجه عدد المباريات، نتيجه الاجهاد، نتيجه الاصابات، وبالتالي واحنا عانينا من ده الموسم ده يمكن اقصى واصعب موسم عانى فيه فريق النادي الاهلي من قصه الغيابات والاصابات وتراجع المستوى البدني والاجهاد المعنوي والذهني بشكل كبير جدا، وده اثر. انت لو بصيت لبدايه الموسم وشفت قوه الفرقه وشفت المستوى الاداء اللي بتقدمه فرقه النادي الاهلي في مواجهه كل الخصوم جوه وبره، تحس انه الموسم ده كان مفترض ان الاهلي فيه يفنش يعني بكل الالقاب والبطولات، لكن الحقيقه الكيرف نزل بشده نتيجه ممكن في بعض الاوقات تكون اخطاء، نتيجه تراجع في المستوى، نتيجه اصابات ونتيجه اجهاد. ففكره التدعيم هنا بشكل كبير جدا عشان تقدر تتخطى او تتعدى النقطه دي. والنقطة الأهم بقى هي الكواليتي، أنا بشوف إنه ممكن يكون في وقت من الأوقات عدد الصفقات مش كتير قوي، لكن كواليتي الصفقة اللي هيجيبها النادي الأهلي تكون قادرة على أن تصنع الفارق، وحط تحت كلمة صناعة الفارق دي 10 20 100 خط أحمر. عشان نقرب المسافات، خليني أقول لحضراتكم قصة الجرار والقطر. في قطورات كتير جدا بتبقى فيها كل الأوبشنز. قطر فيه 50 عربية، في منها عربيات أو كل العربيات مكيفة على أعلى درجة، كل العربيات فيها شبكة إنترنت واي فاي، عربيات مخصصة للنوم، عربيات مخصصة إنه يكون فيها مطاعم أو كافيهات، وإلخ إلخ إلخ من خدمات بحيث إنه القطر يبقى أشبه بمدينة متكاملة. لكن القطر ده يفقد معناه ويفقد قوته أو رونقه بدون وجود جرار قوي. أنا بعتقد إنه الأهلي محتاج الجرار ده، الجرار اللي يقدر يشيل الفرقة، والجرار اللي يقدر يحرك الفرقة بحيث تظهر بأحسن وأفضل شكل ممكن. في أوقات كتير جدا بيبقى فيه لعيب بيطلق عليه في الملعب لعيب المحوري. اللعيب اللي كان حتى لو موجود على الدكة تبقى متأكد إنه لما هينزل هيقلب الموازين. اللعيب اللي في لحظة صعبة أو في ظروف صعبة قادر يعمل الفارق. هي دي الصفقة اللي إحنا بنتكلم عليها. صفقة اعتقد انها مش موجوده في مصر، يعني انا بتهيألي انه الاهلي لو بصينا طبعا في لعيبه كتير جدا موجوده في مصر، انا طبعا كلمت على الصفقات الخارجيه ما اتكلمش على الصفقات الداخليه، ودي قول فيها انه النادي يعني الاخبار اللي بتتكلم على فكره الميركاتو المحلي، اللعيبه اللي الاهلي يشتريها من فرق مصريه دي عددها تقريبا يتخطى قائمه النادي الاهلي. عددها يتخطى قائمه النادي الاهلي، من المستحيل طبعا، لكن ده مش معناه انه مفيش لعيبه كويسه في مصر، لا في. انا ودي طبعا امور نسبيه، في الاول وفي الاخر ممكن تتفق ممكن تختلف معايا، لكن انا ممكن اشوف في الدوري المصري اربع خمس لعيبه ممكن لو جم في الاهلي وابتدوا يشتغلوا وابتدوا يتطوروا نشوف لعيبه كبيره جدا، في اسماء محترمه بصراحه، لكن مفيش اللعيب السوبر اللي ممكن تراهن عليه او تدور عليه انه يعمل الفارق
من اول ما يلبس تيشرت نادي الاهلي. بكلم حضراتكم على كواليتي لعيبه كبيره عظيمه، الخطيب طاهر ابو زيد، انا بقول بس مجموعه اسماء من كل جيل عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه، وليد صلاح الدين، حسام غالي، خالد بيبو، ابو تريكه، اللعيب اللي في وسط الملعب دره التاج، اللعيب اللي يقدر يدي تقل للفرقه ويصنع الفارق ويقوم الفرقه كلها. في وجوده في الملعب بتحس ان الفرقه كلها فايقه، وتحس ان اللعيبه كلها ثقتهم ومستوياتهم في اعلى قمتها. واعتقد وعلى سبيل المثال بره مثلا الكواليتي بتاع طارق التائب، عبد الكريم النفطي، عارف اللعيب الثقيل ده للفرقه كلها بتدور وبتلف حواليه، هي دي الكواليتي اللي بشوف الاهلي مهم جدا تبقى موجوده في الموسم الجاي، بصرف النظر عن العدد وبصرف النظر عن من بره ومن جوه. وان كنت اشك، يعني اعتقد انكم تتفقوا معايا او الاغلبيه منكم تتفق معايا ان الكواليتي دي مش موجوده عندنا هنا في مصر، وده واحد من اسباب تراجع الكره في مصر في السنوات الاخيره، هي فكره غياب الموهبه. كلنا دايما معتمدين على محمد صلاح، وان كان حتى كواليتي صلاح، يعني صلاح عالمي طبعا ولاعيب بينافس على الافضل على مستوى العالم، ده مش تشكيك ولا تقليل من قدرات محمد صلاح، لكن هي حتى الكواليتي دي مش موجوده في صلاح نفسه، ومكان صلاح بيفرض عليه انه مش مطلوب منه الحته دي قوي. بتكلم على المايسترو اللي موجود في نص الملعب اللي يقدر يقوم بالادوار دي كلها. على كل الاحوال هنتكلم على اللي جاي، لانه اللي جاي فيه بالتاكيد حاجات كتيره جدا ممكن ان احنا نركز عليها ونتكلم فيها، منها مكتسبات الاهلي من المرحله الحاليه، وبالتالي في لعيبه بشكل كبير جدا اعتقد كانت على المستوى في المباريات الاخيره. بشوف علي لطفي واحد من نجوم الاهلي الفتره دي حقيقه، رد على كتير من الناس اللي شككت في قدراته، اثبت بالدليل القاطع انه حارس مرمى من العيار الثقيل. مكاسب الاهلي من الماتشات الاخرانيه دي برضو اعتقد انه استعاد ديانج لمستواه حتى لو مش هيكمل معانا لبقيه الموسم. محمود متولي ورقه قدمت كتير الحقيقه في الفتره الاخيره، وتقدر تراهن عليه ان شاء الله يكون واحد من اوراق الاهلي المهمه في الموسم القادم. عبد المنعم مفيش شك في قدراته، رامي ربيعه، زياد طارق، ويمكن يكون في غيرهم الاسماء. زي ما اتفقنا الامور نسبيه، ومن كل وجهه نظر الواحد بيشوف الامور بشكل مختلف. فرصه كمان الحقيقه ان احنا نبص على الجهاز الفني للنادي الاهلي ونقيمه ونشوف هل مستر ريكاردو سواريش قدم اوراق اعتماده لاداره النادي، للفريق، للجمهور ولا لا. فرصه كمان في المباريات المتبقيه الحقيقه ان احنا نكتشف مزيد من الاسماء اللي ممكن نراهن عليها في اللي جاي. هندخل